بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. النهاردة إن شاء الله معنا شرح الجاستروإنتريتس والجاسترايتس. لكن قبل ما نبدأ في الشرح، في قاعدة مهمة في الطب اسمها ستيب أب في فلسفة العلاج والمرض عموما. الفلسفة دي أو القاعدة دي بتقول إيه؟ The power of the drug equal to severity of disease. بمعنى إيه؟ دلوقتي وعلى حد جاي لي بتعب شديد جدا جدا جدا، ما ينفعش أديله، ده ضعيف خالص. الناس يقولوا طب ما ده بديهي. لا مش بديهي، في ناس بتعمل كده فعلا. يكون مثلا احنا في موضوع الجاسترونترايتس، لو طبقناه مثلا على الجاسترونترايتس، في مثلا حد يجي لك اسهال وجفاف ومش عارف، وهو يروح تلاقي الدكتور كاتب له تابلتس برشام وحاجات زي كده. فطبعا في الحاله ديت العيان هيجي لك بعد شويه يقول لك انا رحت اكتشفت عند الدكتور تاني، طبعا العلاج بتاعك ما نفعش يا دكتور. طب ليه؟ طيب عشان انت ما كنتش على مستوى الحدث. القاعده بالعربي كده، يجب ان تكون على مستوى الحدث. بمعنى ايه؟ دلوقتي عيان جالك بعلاج خفيف، بمرض خفيف، قصدي مرض خفيف خالص، ما فيش فيه تعب شديد، فانت ما تروحش برضه تديله محاليل، انت هيقول لك مش محتاج، وهو اصلا هيقول لك لا مش واخد. لا، وفي نفس الوقت ما يكونش جاي لك بمرض شديد جدا جدا وانت تكتب له برشام. فاللي هي ستيب اب، باور اوف دراجز ايكوال سيفيريتي اوف ديزيز. في بقى موديفايد على القانون ده، بخصوص ان احنا في مصر عندنا طبعا العيان بسم الله ما شاء الله الكومبلاينس بتاعته كويسه خالص، ما بيسمعش الكلام، ما بياخدش الدواء. فخلي الباور اوف دراجز مور ذان السيفيريتي اوف ذا ديزيز، اللي انت اقوى شويه. بمعنى ايه؟ هو جالك بمرض نسبته مثلا 75%، انت تدي دواء بقوه 80%، تمام؟ يكون قوه الدواء اقوى شويه صغيره من الديزيز. اولا تمنع الفيرزر سيفيريتي بتاع الديزيز ده، لان العيان هياخد مره الدواء مره مش هياخده، هيقول لك استنيت يومين يا دكتور لما جبت الدواء. ففي خلال اليومين دول هتلاقي المرض بقى اقوى واقوى واقوى. ليه احنا بنشرح القاعده دي هنا؟ لان الجاستروانتريتس واحده من الدروس اللي تطبق عليها القاعده ديت يعني 100%. فالقاعده دي مهمه جدا جدا. قبل ما نبدا في الجاستروانتريتس اند جاستريتس، دي قاعده كده لازم نحطها في دماغنا، وعلى اساسها اصلا هنبدا شرح الجاستروانتريتس. وبالله التوفيق. اولا الجاسترونترايتس السيمتومز اند ساينز بتاعتها ايه؟ العين هيجي لك بايه؟ هيجي لك بيشتكي من ايه؟ احنا كنا خدنا القاعده بتاعت ستيب اب. في عندنا الجاسترونترايتس هيجي لك بثلاثه ستيبس، او هو في فاريشن يعني لا متناهيه. انت كل يوم هتشوف عيان جاي لك بشكل غير التاني وكلهم جاسترونترايتس، بس في حاجات فاصله ما بين الحاجه، ما بين البوينت الاولى والبوينت الثانيه دي، لا هنا وقف. يعني ده كلير مارك بتوين الليفلز اللي انت بتتعامل على اساسها. بس في حاجه كده في الاول هتلاقيني كاتبها عندك، التمبريتشر 38.5، ديت تكاد تكون سبيسيفيك للجاسترونترايتس. العيان ما بيوصلش 39، ما بيوصلش 39.5، ما بيوصلش 40، ممكن 38 38.5. بس 38.5 ده كده رقم يكاد يكون اجماع عليه من كل حالات الجاسترونترايتس. الضغط البلاد بريشر عندنا 150 100، ده رقم شويه فاني تهكمي، بس هو حقيقي فعلا واحنا بنلاقي كده. وانا اقصد ان انا اعمله بالفرق الشاسع بين يعني 150 على 50، يعني اكيد نورت في دماغك حاجه دلوقتي. 150 السيستول عالي جدا، ممكن تلاقيه 160 170 كمان، وفي حين الدايستول 50 يعني اللي هو قليل هايبوتنسيف. طب ايه اللي جاب ده لده؟ اولا العيان بيبقى جالك ما نامش كويس، جالك ممكن يكون ديهايدريتد. العيان في الحاله دي البلد السيستوليك بلد بريشر عنده والهارت ريت تبقى في السماء فعلا، تبقى عاليه جدا، بس في ديهايدريشن وفاسكولار، الفاسكولار امبتنس ما يبقاش كويس، يبقى العيان ديهايدريتد. فانت بتلاقي الدايستول عندك 50 واقع في الارض، تمام؟ فدي برضه يعني ما بين كده وكده بقى، عشان انت ما تتخضش وتقول لك ده ضغطه عالي، اديله دواء ضغط، وتروح جاي منزله الضغط بزياده خالص والعين شقد منك. فلا، خليك واعي بالحته دي، ان العيان الجاسترونترايتس بتبقى سمباثيك عالي، فالسيستول بيبقى عنده عالي والدايستول قليل بسبب ان ايه؟ في ديهايدريشن شويه، سام سورت اوف ديهايدريشن. نيجي نخش بقى، هو العيان بيجي لك بايه؟ بيجي لك بايه عيان الجاسترونترايتس؟ الجاسترونترايتس تو بي دايجنوز هو دايريا، يعني اغلب الحاجات هو دايريا. ويقول لك في ابيجاستريك بين، او انت تحسها بالتندرنس، ده الموست كومن. يعني الفوميتنج، وهنا بعني بالفوميتنج الابيجاستريك بين، هو ممكن يوصل للفوميتنج او نوزيا،
يقول لك لا نوزيتنج بس انا عايز ارجع بس ما رجعتش. يقول لك رجعت مره، رجعت مرتين، يقول لك انا ما بطلتش ترجيع، رجعت 20 مره يا دكتور. ده فاريشن من ان هو اصلا في ايجاستريك بين بس كده انت تعمله، تدو تندرنس، ايجاستريك تندرنس، تضغط بايدك على الايجاستريك ايجاستريام، فيقول لك اي في هنا ايه، في هنا حته بتوجع، لحد انا ما بطلتش ترجع يا دكتور. ففي فاريانت عندك فظيعه اللي هو لا انا حاسس ان بطني في وجع في البطن، يقول لك انا رجعت نفسي ارجع بس ما رجعتش. ده برضو ايه ليفل تاني ممكن يجيب ايه، يقول لك انا رجعت مره، انا رجعت مرتين، انا رجعت 5 مرات، انا ما بطلتش ترجع يا دكتور. ففي فاريانت فظيع من الفومتنج. فالفومتنج هنا الجاسترايتس عموما. الحاجه الثانيه الانترايتس اللي هي الدايريه، يقول لك انا سهلت بخش الحمام ما بجيبش حاجه، ده فاريانت، سهلت مره، دايريه مرتين، انا ما بطلتش دايريه يا دكتور. تمام. ففي فاريانت شديده، في فاريانت كتيره برضو. ايه الليفل في الليفل زي ما احنا عاملين. ثالث حاجه ممكن هيقول لك انا بطني يا دكتور بتتقطع من المغص، المغص شديد جدا 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 جدا، او خفيف جدا جدا، او مفيش مغص خالص. تمام. يبقى دي الفاريانت اللي ممكن تيجي لنا. هنقسمها اكوردنج للتريتمنت، فكره الستيب اب اللي احنا شرحناها في الاول، اللي هو انت انا هفصل الاعراض المختلفه دي جدا، المختلفه فيها فاريشن كبيره جدا جدا جدا، على حسب انا هدي ايه في العلاج في الاخر. من الاخر يعني ايوه، يعني انا كدكتور هعمل ايه انجز، انا مش هقعد هقول له انت سهلت كام مره واعدله، لا احنا هنقسم الاعراض على حسب احنا هندي ايه في العلاج. احنا هو بيحطوا السيمتومز وبعدين التريتمنت، لا احنا هنبدا يعني هنقسم السيمتومز على حسب التريتمنت. الليفل واحد هيجي لك بمايلد سيمتومز، ده مايلد سيمتومز نهائي، اللي هو مفيش انا بطني بتمغص بس، وهبطان وهمدان، ضغطه هتلاقيه واطي 90/50 ولا حاجه، دايريه، دخلت الحمام مثلا وعمل دايريه مره واحده ولا حاجه، الكوليك يعني شويه صغيرين. ففي الحاله دي او ممكن ما تلاقيش فومتنج خالص، هو مره دايريه ولا حاجه، والعين لسه ستيبل، لسه اليرت معاك كويس، هو بس ايه حاسس مهبط شويه كده. في الحاله دي هنشوف بقى هنبدأ ايه في العلاج. فده كده ليفل واحد اللي هو تكاد تكون يعني اعراض خفيفه جدا. الليفل الثاني اعراض شديده جدا جدا جدا. طب فين ان بتوين؟ فين بقى ان بتوين؟ فين انت هتعمل ميكس بقى في العلاج بعد كده. بس كليفل اتنين اللي هو ده عندي هنا، لا ما ينفعش ادي اي علاج من العلاج ليفل واحد، هنا لازم تخش بالعلاج كامل بتاع ليفل اتنين. ليفل اتنين ده جاي لك بالسيفير فوميتنج، انا ما بطلتش ترجيع، سيفير دايريا، انا ما بطلتش اسهال، بطنه بتتقطع مش قادر يا دكتور. ده كده ليفل اتنين. ليفل ثلاثة بقى ليفل الكومبليكيشن، هو خلاص اوريدي ديهايدريتد، العيان دخل في ديهايدريشن، وطبعا الديهايدريشن ده ممكن نبقى نعمله في فيديو لوحده، بس الديهايدريشن في برضه مايلد ومودريت وسيفير ديهايدريشن، بس هو فكرة ان هو دخل بدأ يخش في كومبليكيشن على طول، ده كده ليفل ثلاثة. المانجمنت اوف جاسترو انترايتس، احنا قلنا فكره الستيب اب، فكره السيمتومز ممكن تجي لك ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 قسمناها على كده، وان ليفل 1 بيجي لك مايلد سيمتومز. المانجمنت هتعمل معاه ايه؟ قلنا ليفل 1 ده عيان لسه هو جاي لك بدري، يا دوب تعب شويه كده بسيطه وهمدان، الضغط قليل، فخلاص هو راح قال لك اروح اكشف، فانت جاي لك الدكتور حسيت ان هو ايه في شخصتها ان هي جاسترو انترايتس، بس اعراض العين ستيبل، الدنيا خفيفه خالص، ما رجعش خالص، اسهل مره مرتين، يعني هو عشان يبقى اسهال لازم يبقى 3 مرات، ده حتى لو هو مش في ميه في الستول، انا بس اقصد ان هو انت شخصته دايريه بس مش اللي هو دايريه خفيفه. او يقول لك يا دكتور ده هو عندك، ده انا لسه اول مره يجي لي اسهال دلوقتي، فبرضه ايه دي ببقى اعراض خفيفه جدا. في الحاله دي هتعمل معايا ايه؟ من في فكره الستيب اب بالذات، اول اعراض خفيفه مش هتروح تركب له محلول من اول مره، لا انت اول حاجه هتدي له تابلت كل الدواء بتاعه برشام. الانتي مايكروبيال على اختلاف كبير وبتاع، بس احنا في مصر اوريدي انت لازم تدي انتي مايكروبيال، والانتي مايكروبيال بالمعنى الواسع للانتي مايكروبيال
بمعنى ممكن تدي انتي بايوتيك. في عندنا ثلاث حاجات، انتي بايوتيك، انتي اميبيك، عندنا انتي فايرال. الانتي بايوتيك زي عيله السبرو كلها جرام نيجاتيف انتي بايوتيك، عيله السبرو الكينولونز، السبرو فار، السبرو فلوكساسين الخ، الحاجات دي كلها ممكن 500 جرعه مرتين في اليوم كفايه جدا. الانتي مايكروبيال برضو ممكن تدي الفلاجيل او الامرازول 500 قرص مرتين في اليوم، ده تبع الانتي مايكروبيال كويسه. الانتي فايرال بالذات لو هو في طفل صغير، النانازوكسايد والحاجات دي، برضو حاجه كويسه انت تديها كحاجه ان انت تمنع فيرزر بروجريشن اوف ديزيز. الانتي دايريال ده لازم تدي حاجه انتي دايريال، في عندنا انتينال دايستوب، السميكتا، كابكت مركب، الحاجات دي كلها بتمشي معانا في الانتي دايريال. تدي انتي اميتك، تدي بريمبران تابلت، بتدي موتيليام، الحاجات دي كلها تابلتس برضو، بس انت بتدي كل ده برشام بس، كلها تابلتس، انت كده في ليفل 1. عندنا ليفل 2 اللي هو جالك بالسيفير فومتنج، سيفير دايريا، سيفير كوليك، ما ينفعش برضو تدي له برشام. هو اول ما تدي له البرشام بسم الله الرحمن الرحيم هيرجعه. طب انت كده استفدت ايه؟ انا كده الراجل اللي بيقول لك انا استفدت ايه كده، انت ما استفدتش اي حاجه. ليفل 2 ده جالك بسيفير سيمتومز، لازم تدي له انجكشن، هتدي له انتي مايكروبيال انجكشن، هتدي له انتي دايريال، طبعا مفيش منها انجكشن او يعني الانجكشن بتاع المورفيا والحاجات دي، بس في حاجات هو دي هتديها تابلتس ماشي، بس برضو ممكن تدي محلول كحاجه كده سبورتيف لو هو سيفير خلاص وبدا يخش منك في ليفل 2. بس كبيور بتدي انتي دايريال، والانتي دايريال في حاله السيفير انت مش خايف من الدايري قوي، فانت كده بتديها تابلت عادي خالص، بتديها تابلت انت مش خايف، انت انا الدايريه ديت بتعمل ووش للتوكسنز، فانت مش عايز العيان يوقف دايريه عندك. الدايريه ديت ممكن تفضل اسبوع عادي طالما هو بتقول له اشرب سوائل كويس، ياكل حاجات مسلوقه، رز مسلوق، حاجات الاكل اللي هو سبورتيف، بيعمل بيهارد ستول معاه. الانتي ايميتيك ده كده بسم الله الرحمن الرحيم انتي ايميتيك انجكشن عشان يقبل اي حاجه بعد كده، تعرف تدي له فلويد اورال فلويد يعني اقصد، وهكذا. يبقى في ليفل 2 انت ما ينفعش تدي اي تابلت، انت كده العين هيجي لك تاني يوم يا دكتور انا رحت للدكتور تاني، وانا او هيجي لك تاني يقول لك ما ارتحتش، او انت مش هتشوف عشان هو راح لحد تاني اصلا يعني، تمام؟ فخليك على قد الحدث زي ما قلنا. في ليفل 2 هو جالك بسيفير سيمبتومز، ادي له دواء كويس وقوي. والانتي مايكروبيال ممكن تدي له نوعين، يعني ممكن تدي له فلاجيل ومع السبرو، يعني انت تدي له نوعين انتي مايكروبيال، وخصوصا لو الفيفر عاليه وفي انفكتيف تايب او بكتيريال تايب. ده كده ليفل 2. طب ليفل 3 بقى هو دخل في كومبليكيشن، فضل يرجع، لا ده بيرجع بقاله يومين، بدايريه بقاله يومين ثلاثه وناسي نفسه ما شاء الله. فاللي هو جاي لك خلصان حرفيا، هو جاي لك ديهايدريتد، جاي لك اريتابل، جاي لك الساينس بتاعت الديهايدريشن سانكن اي، جاي لك الساينس الديهايدريشن واضحه عليه جدا، واللي هو خلاص خلصان، ضغطه واقع 80 50 ضغطه بيبقى واقع، ده مش هتعرف تدي له تابلت ولا تدي له حقن. ده لازم يركب اي في فلويد ثيرابي، لازم اي في فلويد ثيرابي، واكوردنج بقى هل هو ضغطه عالي، هو اصلا مريض هايبرتنسيف مش هتدي له نورمال سلاين، لو هو هايبرتنسيف هتدي له واحده، هتدي له سلاين وهتدي له رينجر. لازم العيان هو جاي لك لازم تلوده فلويد، ما ينفعش عيان جاي لك ديهايدريتد تقول له مثلا خد واحده وحطها في يعني ركبها في البيت او كده، لازم تدي له اثنين في نفس في اول ما يجي لك. اول ما يجي لك العيان شديد وخلصان وضغطه واقع والدنيا دي، ادي له اقل حاجه لتر وبعد كده تكمل له في البيت. وهتحط له بقى طبعا على الرينجر هتدي له برضو انتي مايكروبيال، انتي ميتكس طبعا، انتي دايرين احنا قلنا بتديها له برشام زي الانتينال و ما شابهه يعني. يبقى احنا كده في ليفل 3 لازم تدي محاليل، في ليفل 3 عشان تعالج الكومبليكيشن، تلحق الكومبليكيشن اللي حصل قبل ما يخش منك، هيجي لك تاني يوم شكد هو مش هيلحق يروح. فليفل 3 لازم تدي اي في فلويد ثيرابي او اي في ثيرابي. العلاج اللي احنا قلناه واتكلمنا عليه ده المين تريتمنت، اللي هو ما ينفعش حد جاي لك جاسترونترايتس ما تكتبلوش الحاجات دي، يبقى ده فيتال ميستيك. في حاجات بقى اكسترا ميديكيشن، ده كده انت بتروق على العيان بتاعك كده وتدلعه وبتظبط الدنيا يعني. الحاجه الاولى ثلاثه انتهاك، انتاسيد، انتي بايريتيك، انتي سبازموتيك، تمام؟ الانتاسيد في عندنا نوعين بنديهم في الحاله دي، الاتش 2 بلوكر بالذات بتاخد في الانجكشن، لو هي برضو مودريت كيس او حاجه ممكن تدي له انجكشن اتش 2 بلوكر زي الرانتيدين، زي الفاموتيدين، الجاستروتيدين، الانتودين، الحاجات دي كلها اتش 2 بلوكر وكويسه جدا وبتجيب نتائج هايله جدا جدا جدا.
الحاجه الثانيه البي بي بي البي بي اي البروتون بامب انهبيتور ديت الماستر سين هنا ده كده البيج بوس في عيله الانتاسيد كلها حاجه كويسه جدا 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 وبتجيب معانا نتائج هايله خالص في حاله الجاسترونترايتس اب تو زيرو انت بتديله لوحده ممكن تديله لوحده كده خلاص هو ما عادش عنده الم في معدته ابدا. في عندنا في البي بي اي عندنا البيبسول البنتابرازول عيله الزول كلها طبعا الماستر بتاعهم الكونتر لوك سواء اي في او تابلت بس مشكلته ان هو غالي شويه. معنا الانتي بايوتيك عندنا في الباراستامول اللي هو حاجه امن على المعده كويس وكل حاجه. في عندنا النانسترويدال زي الانجكشن سواء كيتولاك او كده ده بتديه في حالات الانجكشن نانسترويدال. طب حد يقول لك ممكن طبيتها بالمعده زياده طب بيعمل طب انت كده كده بتدي حاجه انتسد معايا فاللي هو انت ايه انت خدت الفايده ان هو مسكن للالم الفظيع ده و تجنبت الضرر بتاعه بان انت كده كده بتدي ايه بروتون بامب انهبيتور. في عندنا السبازموليتيك او الانتي سبازمويد في عندنا نوعين عيله السبازمو سبازمو فري سبازمو دايجستين وعيله السبازمو سبازموليتيك عموما وفي حاله عيله الباراسمباسوليتيك اللي هي الاتروبين ديريفاتيف عندنا زي البسكوبان ودي نتائجها فظيعه ونتائجها ممتازه جدا 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 في الكوليك. فدي كده شويه ادويه زياده بقى لو انت بتخش ليفل تاني ليفل بروفيشنال شويه في التريتمنت بقى ممكن على حسب بقى العيان عندك بتخلط بين الادويه دي وبعضها عيان من مايلد تو سيفير في عندك مودريت في عندك فاريشن طب هو سيفير ومعانا دي هيدريشن هتدي له فلويد وهتدي له شويه انتاسيد هتدي له انتسبازموتيك مع المحلول دي برده بتبقى حاجه كويسه جدا والعيان بيطلع عندك اكن مفيش في اي مرض مفيش في اي حاجه هو طالع سليم فهي بتساعد في النتائج بتطلع بسرعه والعيان بيبقى ساتسفايد جدا من العلاج فديت حاجه كويسه وبوينت كويسه في صفحه الدكتور. تريتمنت اوف جاسترايتس لو هي جاسترايتس فقط مفيش دايريه مفيش انترايتس طبعا المين تريتمنت الوحش بتاعنا الانتاسيد هو ده اهم حاجه وبتدي له حاجه ايه سبازموليتيك بيسترالجين ولا حاجه وخلاص والجاسترايتس غالبا بتبقى مودريت فهي بتحتاج ممكن تمشي على برشام بس ممكن تدي له مره واحده انجكشن وبعد كده تقول له كمل على البرشام عادي وبكده يعني الجاسترايتس هي جزء من علاج الانترايتس تدي له مثلا برينبرين حاجه انتي ايميتيك تدي له سبازموليتيك مثلا بسكوبان ولا حاجه ولا سبازمو فري او فيسرالجين ومشتقاته ده كده علاج الجاسترايتس هو كجزء من الجاسترونترايتس عموما بس هي بيبقى اخف شويه والدنيا اهدى شويه خصوصا انت شغال الانتاسيد بتجيب نتائج كويسه جدا والعيان فعلا بيرتاح بعدها بسرعه جدا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.